اذا دخلتي اليوتيوب كتبي دردك، كتبي دردك اليوتيوب وكتبي الجميع وتشوفين اللي لبسوا هذا السليب ديال الارسنال، دايرينها ليا عليه وبعثوا ليه. هذا مي فيم يا هانش ها هذاك سام الله، هذا قلتي العقرب، انت الشيء طاب ديال العقرب انت هاد الشجره كتلقى هذاك الاخر. باش نعطيك واحد النصيحه، هاد الشجره كتلقى كبيره وما كتلقاش الطابع ديال العقرب هنا، ولكن ما يضرش. لا ما يضرش مع بيرنافو ولا بيربيتا 10 يدارو في السيرو وتشربوا من الليل اللي تشربها شويه فقط. علاش كيفاش بيرنيطا ما فيها حاجه؟ بيرنافو ولا بيربيتا ما يديرش ما يطحنش المعده ويطحن بزاف د الحوايج. هادو ما دير الدواء ديال بديس انت انا نوريك انت الا بيديرو بحال هاد الدري استعمال بحالك تحلو وتدقدقو تحلو هانت تشوف نوريك الحبه باش تشوفها كي داير. عشرة يوم يدك تدقدق لي ما فهمتش كيفاش انا 10 كيدقوا 10 الحبه 10 ودقوا مدينا في قرعه السيرو كتشرب 300 درهم من الفرماسي نقول ديال تفتح الشهيه باش كيتخلط له ما كدي ما كيجي باش كيوقف اللحم على الصح فهمتيني ولا ما كاينش اضرار من بعد؟ لا ابدا اخويا حتخفنا عليه يا حنا بغينا ماك عارف انا واحد راسه بغينا نجوزوها خويا الله ينعس الشيطان. انا اختي وديتو ليها باش دير العرس كانت بحال البويا والله ما نكذب عليك اختي والله ما نكذب عليك وكان دينا تا القويل بعد قالت لهم هي جيبهم هي جديتهم ليها عادي عندنا داك الشيء ماشي شي حاجه. القويل باش اخويا الله يحفظك هذا فيه السدر كريم القويل باش وقال احسن واق ما تحسي لا هذا كريم هذا كتكلم كدهنو كدهنو احسن دير هذا. انا قلت هذا ما تاكلوش مازال هذا راه على برا ايوا اللي حبيتو راه الدش ديالها الا بغيتي دي كريم ولا بغيتي هذا اللي حبيتو هذا كريم كدهنو كدهنو شو هانت الحاجه لا هي غديرو غير في الصدر هي راه بغات تغلاض كلها ايوا اللي حبيتو بغيتي هذا بغيتي هذا اختي من الاحسن لينا تاخذ كريم ولا اللي حبيتو انا ما نقول لكم والو هذا هذاك هلا قوي لا خويا لا مازال الغلط نعطيكم داك الشيء ما كنعرفش ليه ياك ما نكذبش عليك واو دي دابا بغي شو ولا شنو اخويا انا راه باغي انا راه باغي ناخذ الدريه ما نكذبش عليك انا راه خاصني ناخذ ولا راه خويا دريه صاحبي انا راه فهمت ايوا مرحبا بك اخويا حتى حنا راه حنا شنو شنو كاين هو بغيتي ما بغيتي راه جيبي معنا هذه اخويا قلت لك انا ما شريتها نقول لك ايوا الا الله ينعس الشيطان يخليك راه ما عندكش شي حاجه ديال اضرار وانا في المحل انت راه كيقول لي داكشي ديال البقر وديال وانت راه كيكذبوا انت راه مضرب السلطان كاملين واكلينه شنو من ترس السلطان شنو تخرجوا على حناكه تخرجوا شراك ما كتبش شراك والله ما عرفت اخويا دابا والله الا واحد البنت حداني لحناكه يمكن ما عرفتش ما كاين كيقول لك فيجي توني هادي واش نقول لها خاصك تدفع العاشق ما كاينش ما كاينش تدفع العاشق كتبيع حتى نفس الصوره لا كاين تدفع صغير هو كتشد ضربه بزيزوار ولا شي حاجه وتحقوا لها صافي هي كانت شدات ليا فراسي كامل الشيا ودرتو لها صافي دقب بطله ما نعاودش الهضره غد لي نوض سير الله يسهل عليكم اخو بس غد لي نوض دخلنا عليك بالله ان شاء الله تنجي عندك يلا الله يستر لك دابا خذ لنا هذيك العيبه وانت هنا والله الا غنبقى نمشي ونجي انا ما باغيش نبقى نمشي ونجي حنا عرفنا المحل ما بغيتش نجيب بورد سير خليها ترجع مرحبا بك شكرا لك ما كنتش سجلتينا علاش نسجل فيك الله يهديك ما فينا ما يبان في شي كاميرا ما كاينه شي حاجه